إطلالة جديدة ظهر بها الثنائي الكويتي الشهير إلهام الفضالة وشهاب جوهر، وكالعادة لم تخلو الجلسة من ذكر الخلاف بين إلهام وهيا الشعيبي والحديث عنها. سارة دندراوي مذيعة برنامج تفاعلكم عبر قناة العربية وجهت السؤال لإلهام الفضالة حول سبب استمرار الصراع مع هيا لتقول: الله أعلم إذا كان في سوء فهم فاهمين الناس، طلعت وقلت الحقيقة وانتهينا خلاص، باب سكرته وكل إنسان عاد هو تصرفاته وحكمته، أنا وحدة كافية خيري وشري ومسكرة بابي، اللي يبي يقول يقول يشيل ذنوبي وآخذ حسناته الحمد لله. واللي يبي يقول يقول ما يشوف شر يشيل ذنوبي وآخذ حسناته الحمد لله بعد رمضان شهر فضيل. أما عن الأمور القضائية بين هيا الشعيبي وإلهام الفضالة، صرحت الأخيرة إن هناك الكثير من الأمور التي لجأت فيها للقضاء في نزاعها مع الشعيبي، خاصة بعد التصريحات المسيئة على إثر زواجها من شهاب جوهر. وفي تعليقه على أزمة هيا الشعيبي مع زوجته، تطرق جوهر للحديث عن سبب الأزمة، وهي تصريحات الفنانة هيا الشعيبي التي ورطتها مع السعوديين، واتهمت بعدها إلهام الفضالة بالتخاذل عن الوقوف بجانبها، قائلا: رجاء يكفي الحديث في مثل هذه الأمور، احنا كفنانين لا نخوض في حديثنا بالسياسات والدول والرؤساء لأنهم مسؤولين عنا وولاة أمر، وليس لنا دخل بمثل هذه الأمور وما يصير نتحدث عنهم بأي شكل من الأشكال، فرجاء احنا كفنانين ما لنا دخل بهذا الشأن. بعض المتابعين اعتبروا أن شهاب جوهر تعمد أن يذكر الجمهور بتصريحات هيا الشعيبي ليشحن الشارع السعودي ضدها، وتباينت التعليقات بين من رأوا أنه تدخل في خلاف النجمتين لتحقيق شهرة أكبر، وتعليقات أخرى اعتبرت أنه داعم قوي لزوجته، خاصة في ظل الهجوم المستمر من هيا الشعيبي وإصرارها على السخرية منها بشكل واضح في كل مقاطع الفيديو التي تنشرها. وبالحديث عن مسلسل أمين عاف الجزء الثاني، كشفت إلهام أنها تفضل الجزء الأول وتعتبره الأكثر نجاحاً بقولها أمينة وان لا يعلى عليه، فيما قال شهاب إن حلاوة الجزء الأول تعود لكونه طرح جديد على الساحة الدرامية الخليجية، كما أن أزمة الجائحة ووجود الناس في بيوتها كان سبباً في رفع نسبة المشاهدات.